نفوق مئات المواشي التي وزعتها إحدى المنظمات بحيفان بتعز وأبيان. كيف باتت اليمن محطة فساد عابر للمنظمات؟ ولماذا يغيب دور الرقابي والإشرافي لأجهزة الحكومة المعنية؟ أهلا بكم. وباء قاتل حصد المئات من المواشي خلال الأشهر السابقة في مناطق متعددة من محافظتي تعز وأبيان. تقول المعطيات إن المواشي التي قدمتها منظمة الفاو العالمية للمواطنين خلال الأشهر الماضية قد نفقت. لكن هذا ليس كل شيء، فقد انتقلت العدوى إلى المواشي السليمة التي يمتلكها الأهالي في القرى والمناطق المجاورة، الأمر الذي ضاعف حجم الكارثة. وسط تغافل من المنظمات والجهات المعنية، يصدم الأهالي الذين يعتمدون على المواشي كمصدر رزق وحيد بكارثة كبيرة. ندخل في واحدة من فصول مأساة هذا العقد الذي يعيش فيه اليمنيون ظروفا سيئة، منها فساد المنظمات الإغاثية في اليمن والاستهتار في التعامل مع اليمنيين رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها. وكأن اليمن بات مسرحا للعبث بجميع أشكاله. مواطنون في مديرية حيفان بتعز يشكون من نفوق مواشيهم. هذه المواشي حصل عليها المواطنون ضمن برنامج دعم الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمتضررة المقدمة من منظمة الفاو. وعلى الرغم من ما شابه هذا المشروع من تجاوزات وتحايل كما يقولون، إلا أنه تم توزيع نحو 1500 ماشية على الأسر المستهدفة مطلع فبراير الماضي. لم تعمر فرحة المواطنين طويلاً، إذ سرعان ما نفقت المواشي واحدة تلو الأخرى نتيجة وباء غريب، حتى أن بعضها نفقت وهي لا تزال في طريقها للتسليم. أمراض كثيرة في الحيوانات التي نفقت في مديرية حيفان، في أرياف مديرية حيفان، كثيرة من هذه الحيوانات نفقت بسبب هذه الأمراض المعدية والتي جلبتها هذه المنظمات التي تعمل على أنها خيرية. ليس هذا هو الوجه الوحيد للمأساة، فالمرض الذي فتك بمواشي المنظمة الأممية انتقل ليصيب المواشي التي كان يمتلكها المواطنون من قبل، ممتدا ليصل إلى قرى بعيدة لتصبح حياة المواطنين أسوأ مما كانت قبل تدخل الأمم لدعمهم. لا نعرف ما هو السبب، إلا أن المنظمة وزعت ماشية بمديرية حيفان، وهي على يعني هي ممكن الأساس الذي استقلبت الأمراض هذه الذي انتشرت بالمنطقة، وقد نفقت أكثر من 220 رأس إلى حد أمس. ومثل ذلك حدث في مديرية أحور بأبيان، وسجلت الاتهامات ذاتها على المنظمة نفسها. يقول الأهالي أن مئات المواشي في قرى ومناطق أحور نفقت بعد انتقال الوباء من المواشي التي قدمتها منظمة الفاو الدولية للمواطنين خلال الأشهر الماضية. يحدث كل ذلك في ظل غياب غير مبرر من قبل القطاع الصحي البيطري والجهات الرقابية الحكومية على عمل هذه المنظمات في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ عبد السلام مهيوم، مدير مكتب الزراعة في تعز عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور رافيا. أستاذ عبد السلام، نفوق عشرات من المواشي التي قدمتها منظمة الفاو كدعم للمحتاجين في منطقة حيفان بتعز، هل وضعتنا في تفاصيل الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أولا قناة بلقيس لدعوتها الكريمة لنا لحضور هذا اللقاء، ونشكر أيضا معالي الأخ وزير الزراعة الذي تواصل معنا شخصيا عندما سمع بنفوق الأغنام في حيفان. مشروع الأغنام هو ضمن مشروع يسمى سبل العيش للأسر الريفية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. استهدف هذا المشروع خمس محافظات، منها محافظة تعز. محافظة تعز استهدفت أيضا مديريتين. أنا أضيف إلى جانب حيفان أضيف المواصر. طبعا هناك قصور جدا في آليات عمل الفاو والمنظمات التي تعمل في الجانب الزراعي.
هناك قصور، يعني يقتصر دورنا نحن مثلا في مكتب الزراعة يقتصر لا. دوري على حضور الورشات، وكل ما يناقش في ورشات الفاو لا ينفذ على أرض الواقع، ودورنا يقتصر على حضور الورشات ثم التدشين. ما يعني بين الورشات والتدشين من بالضبط لا نعلم السلام. القصور في آلية عمل الفاو وآلية عمل المنظمات، لأنه يقتصر دوري على دعوتي أو ترشيحي لحضور الورشة، ثم نستدعى إلى حضور التدشين. ما بين الورشات وما بين الورشة والتدشين لا نعلم ماذا يتم. نعم طيب يعني قبل أن نحمل أحد نعم قبل أن نحمل أحد ما مسؤولية ما حدث، دعنا نخوض في تفاصيل الكارثة. ما الذي حدث بالضبط؟ ما الذي حدث؟ يعني أعتقد أنه واحدة من القصور هو اعتماد المنظمات على شركاء محليين، على شركاء، على منظمات محلية ليس لها علاقة، أولا ليس لها علاقة بالمجال الزراعي، ثانيا تعتمد على موردين، على تجار وموردين ومنسقين. التاجر المورد يعني لا يهمه سوى الربح المادي، لا يهمه الأسباب والنتائج. هذه هي المشكلة الأساسية، تجاهل الجهات الرسمية، تجاهل وزارة الزراعة في أهم مدخلين الذي هو الثروة الحيوانية والبذور أيضا. ما يحدث في البذور هو يعني حدث ولا حرج، هناك أيضا مشاكل كبيرة في البذور. نعم يعني دعنا نتحدث عن مشكلة المواشي، كم عدد المواشي التي نفقت من هذه المواشي؟ مشكلة نعم. المواشي يعني طبعا تعرفون أن مديرية حيفان خارجة عن سيطرتنا، نعم تمام، لكن عندنا طبعا احنا نتواصل مع كل المديريات باعتبار أن مكتب الزراعة هو المكتب الشرعي الرئيسي، نحن نتواصل مع كثير من الزملاء. هناك نفوق كبير في حيفان، وهناك نفوق في المواسط لكن بكميات يعني أقل. المشكلة الأولى، السبب الرئيسي الأول، أن هذه الحيوانات كانت تحمل تقريبا مرض الالتهاب الرئوي المعدي. طبعا نحن لا نعرف من أين جلب المورد أو التاجر الذي تعتمد عليه منظمة الفاو. احنا نتفق في الورشات بأن تكون مصدر الأغنام، أن تكون مصدر الأغنام من نفس المديرية أو من المديريات المجاورة المشابهة لها في المناخ، علشان ما تحصلش مثل هذه المشاكل الأوبئة. طيب هل السبب الثاني أن فضل. السبب الثاني لو سمحتي فضل. السبب الثاني أن التوزيع كان يعني في وقت فيه درجة الحرارة متدنية جدا، وهذا ما فاقم المشكلة. هنا كان طيب. المفروض أنه الفاو أيوة يعني كان المفروض أنه الفاو لا يوزع هذه البذور، هذه الأغنام المواشي. في مثل هذا الوقت الشديد البرودة. أيضاً يعني لا نستبعد أن تكون هذه الأغنام حاملة لمرض الالتهاب الرئوي المعدي. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ عبد السلام، ولكن بعد أن ينضم معنا أحد المتضررين من مشروع توزيع المواشي عفواً عبد الوهيب شرف عفواً عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ وهيب. نعم تسمعني كويس أستاذ وهيب؟ أيوة حياك. طيب أستاذ وهيب حدثنا عن المشكلة التي حدثت لك من خلال مشروع توزيع المواشي. الغنم اللي روحنا أول وعريات من أول يوم مرضش تأكل، جلست 3 أيام بدون ما تأكل. كم عدد المواشي اللي استلمتهم أول شيء؟
ثلاث حبات. ثلاثة، تمام. بعدين جبنا له علاج ما نفعش، بعدين ذبحتيه وشوف الدواء كامل قد هم خربانين معورين. والثاني كانت تجلس تدمع 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 تدمع، وتعولت تحت العين من كثر الدمعة، عالجتي وعالجتي ما نفعش وتلاحقتي برضه. فباقي معي حبة. لا لحقتها بايش؟ حبة حراقة عندنا لها علاج. تمام. طيب يا وهيب، يعني هل كل واحدة من هذه المواشي يعني كان مرضها مختلف عن الثانية؟ ايوه كل واحدة مختلف عن الثانية. الثالثة ايش وضعها الآن؟ اللي بقت معك الآن، مش قلت باقي معك حبة، ايش وضعها؟ كيف صحتها؟ اللي بقت الأخيرة هذه قد مرضت من دنت على الموت، بس عندنا لها علاج وهذاك نفعي وتحرك راح له وقيل. طيب هل كان معك انت مواشي من قبل؟ اي مواشي، ومواشي علي اثنين كباش هذا وعدمنين قدم بيت نفس وعدد الكباش حقه وماتوا اثنين. بسبب يعني اعتدوا من اول ما جاؤوا لك هذه المواشي او كيف ماتوا؟ ايوه ايوه لما قدمين بيت وهم قدمهم بيت زيين وماتوا. طيب الآن يعني مع من تواصلت؟ من بلغت بالمشكلة اللي حصلت لك؟ اتصلوا بنا من المنظمة هذه وخبرناهم أول ما اتصلوا قبل فترة. هم اللي تواصلوا معاكم، إيش قالوا لكم؟ اتصلوا وكلمتوا وقلت لهم ما تعينوا. يعني هم اتصلوا يطمنوا كيف وضعك مع المواشي اللي جبناها لكم وانت كلمتوا إنهن توفين؟ ايوه. طيب اذا شكرا جزيلا لك وهيب شرف، احد المتضررين مشروع توزيع المواشي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عوده اليك استاذ عبد السلام، يعني الاخ وهيب وغيره كثيرون كان لديهم اساسا مواشي وتضررت بسبب هذه المواشي التي تم ايصالها. بسالك استاذ عبد السلام، هل يتم فحص المواشي التي تقدمها هذه المنظمات او يعني على مستوى، نعلم انه تم توزيع اغذيه فاسده منتهيه، الان مواشي موبوءه، حدثنا عن اشكاليه البذور، هل هناك لجنه معنيه بهذا الجانب بالكشف على ما يتم تقديمه؟ طبعا احنا نتفق، قلنا احنا نتفق في الورشات على ان تكون مصدر الاغنام والبذور ايضا يجب ان تكون مصدرها من المديريه، علشان اختلافات تلافي مشاكل اختلافات الظروف البيئية والمناخية. إضافة إلى ذلك أن الأغنام قد تكون حاملة للالتهاب الرئوي المعدي. العامل الثالث أن التوزيع في الشتاء والجو القارس فاقم المشكلة. أيضا في الشتاء لا يوجد مراعي. أيضا في مشكلة أنا قد أرجع إليها أيضا، هي عدة أسباب مش سبب واحد. توزيع الأغنام، توزيع الأعلاف المركزة والمكعبات العلفية والمكعبات المعدنية، هذه الأعلاف هي منتجات جديدة لها شروط ولها محاذير في الاستخدام لا يقدر عليها المزارع صراحة. وتحتوي المكعبات العلفية على اليوريا. أنا قد أرجع يعني سبب واحد من الأسباب إلى مكونات العلف الذي هو اليوريا أو التسمم باليوريا. إجمالا يعني يفترض أن المشاريع تناقش مع الجهات المختصة، تناقش طيب يعني مع أنا وزارة الزراعة. أستاذ عبد السلام، نعم حدثنا عن هذه النقاط، ولكن أنا أسألكم كجهة يفترض أن تكون معنية بهذا الأمر، كيف تسمحون بتوزيع هذه المواشي بحسب يعني ما تريده المنظمات؟ ألا يفترض أن تكونوا أنتم جهة إجبارية إشرافية على ما يتم توزيعه لمعرفة يعني
ما الذي يتم توزيعه بالضبط؟ ما مدى صحة هذه المواشي؟ يكون لديكم أطباء بياطرة للكشف عليهن وفحصهن عوضا عن هذه الإشكالية التي دخل بها المزارعون؟ كويس. احنا طبعا انا قلت ينتهي دورنا بعد انتهاء الورشات، والدورة الثانية وقت التدشين، فما بين الورشات والتدشين تقوم المنظمة بالتعاقد مع منظمة محلية، وتقوم بالتعاقد مع منظمة مع تاجر أو مورد. لكن احنا رغم كل ذلك تدخلنا وحددنا منطقة قريبة من المواسط، لكن مصدر الحيوانات التاجر من أين جاب الحيوانات أو مصدرها لا نعرف حقيقة. كيف حصنت لا نعرف. احنا تدخلنا منذ أول بلاغ عرفنا، تدخلنا وأوصينا الناس بشراء الأدوية، وحركنا البيطريين عندنا في المواسط، وعملنا حلقة تواصل بينهم وبين المزارعين، ويعني خفت المشكلة يعني. لكن النسبة، أي النسبة، لا زالت يعني فوق المسموح بها، يعني أنا أعتقد أنه فوق 5%. فهناك إشكالية الآن. الإشكالية ما هي الإشكالية؟ لأن احنا نناقش نتائج، لا المفروض نناقش الأسباب. هناك قصور. الأسباب أليس أحدها، أنت عددت لنا الأسباب أستاذ عبد السلام، لكن أليس أحدها قبولكم بفقط أن تكونوا مجرد نحن يعني مدعوين لورش العمل؟ نحن يعني أنا بالنسبة لي رفضت البذور، رفضتها جملة وتفصيلا، رفضت استلم البذور، هذا على سبيل المثال. بعد ما رفضت استلم البذور كان المدخل الثاني هو الأغنام. طبعا همش مكتب الزراعة، لا يوجد تنسيق فعلي وحقيقي بين الفاو ووزارة الزراعة، ولا بين الفاو ومكاتبها. الفاو تعتمد على منظمات محلية، والمنظمة المحلية تعتمد على منظمة محلية ثانية، وكل تدخل من التدخلات له منظمة محلية تنفذه، شريكة للفاو، وله موردين وله منسقين. المهم لكن أنا أحدثك أستاذ عبد السلام، أنتم يعني وزارة الزراعة، مكتب وزارة الزراعة، يفترض أنكم سلطة، يعني لا تسمح بمنظمات خارجية أو محلية بالتصرف وفق هواها. يعني أين السلطة المحلية؟ أين مكتب المحافظة؟ أين يعني لما ربما أنت تحدثت عن رفض البذور، إذن هناك إشكالية حقيقية، لما لا يتم إيقاف التعامل مع هذه المنظمات حتى تثبت جديتها في التعامل مع المواطنين؟ بعد اتصال معالي الأخ الوزير طلب مني تقرير مفصل، فقدمت له أنا تقرير مفصل عن الثروة الحيوانية، تدخلات الثروة الحيوانية وعن تدخلات البذور، وإن شاء الله يتخذ قرارات. يعني أنا من على شاشتكم الكريمة أنا لابد أن نضغط في أن المنظمات يجب أن تأتي إلى الوزارة المختصة لتضع أولاً الأولويات، كيفية اختيار المشاريع، من يختار المشاريع. يعني أنا أكثر المشاريع تأتي جاهزة، ليس فيها كلها، ليس فيها أولوية للمديرية المستهدفة. يجب أن تأتي المنظمات إلى وزارة الزراعة وتجلس مع بعضها وتنفذ خطط الوزارة أو برامج الاستجابة الطارئة أو الخطط الاستجابة الطارئة الموجودة دراستها لدى وزارة الزراعة أو مكاتبها في المحافظات. نعم. المشكلة أيضا هناك مشكلة أخرى. نعم. أيوة. سأعود إليك للحديث عن هذه المشكلة أستاذ عبد السلام، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الجبار القرشي المستشار الزراعي لمنظمة غدق عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الجبار. دكتور عبد الجبار. عفوا، من صنعاء.
من صنعاء. أهلا بك. السلام عليكم. وعليك السلام. أهلا بك دكتور عبد الجبار. إذن دكتور عبد الجبار، أنتم المنظمة الشريكة لمنظمة الفاو في تنفيذ مشروع المواشي، هل حدثتنا عن الإشكالية التي حدثت؟ كيف حدثت؟ شكرا جزيلا لقناة بلقيس لتناولها هذا الموضوع الذي يهم المواطن وخصوصا أبناء الريف الذين في أمس الحاجة للمساعدات من المنظمات. فالإشكالية الذي حصلت طبعا زي ما قالها الأخ الأستاذ عبد السلام، حصل توزيع مواد زراعية ومنها الحيوانات وأعلاف الحيوانات. في تعز تم التوزيع في مديريتين، الذي هي مديرية المواسط تم توزيع 700 إلى 750 أسرة، لكل أسرة استلمت 3 أغنام، وفي حيفان استهدفت 500 أسرة، وكل أسرة استلمت أيضا 3 أغنام. الإشكالية التي حصلت أنه بعد التسليم مباشرة أجت يعني بلاغات أنه حصل وفاة في بعض الحيوانات. طبعا أثناء التسليم كان موجود، طبعا نحن في منظمة غدا نستلم المواد أو سواء كانت بذور أو حيوانات مباشرة في منطقة التوزيع. لا لنا دور لا في الشراء ولا في النقل ولا أيضا في الفحص الإكلينيكي، يعني الفحص البيطري. فاستلمنا الحيوانات. أليست هذه مشكلة تواجهكم أستاذ دكتور عبد الجبار؟ يعني أن تتحملوا أنتم ما يأتي إليكم أيا كان هذا الآتي، يعني من أمراض، من بذور سيئة، من أعلاف ربما غير مناسبة؟ لا، إحنا أول نستلم الأشياء. مثلا لما استلمنا الآن الحيوانات كان موجود أيضا، نحن دائما يعني نشرك معنا أو مش نشرك، في شراكة أصلا ما بين منظمة غدق كمنظمة مجتمع مدني، منظمة الفاو كداعمة، وأيضا الجهات الرسمية مكتب الزراعة. فأثناء التوزيع كان هناك موجود طبيب بيطري من الإدارة العامة لصحة الحيوان في تعز، وكان موجود أيضا أخصائي ثروة حيوانية طوال فترة التوزيع الذي هي استمرت في حيفان 5 أيام، والذي حصلت الوفاة التي تجاوزت 10%، وهنا الكارثة. فدائما إحنا النسبة المقبولة المورتاليتي أو النفوق للحيوانات أو للنحل أو للدواجن دائما إلى 3%، ممكن 3 إلى 5% مقبولة، لكن أن تصل إلى 10% وتتجاوز وقت 10% فهذا الشيء الغير مقبول والذي نرفضه. أين تكمن المشكلة بالضبط؟ هل من عدم وضوح مصدر هذه الأغنام؟ هل يعني تعلم تماما أن بعض الأسر تأثرت أغنامها السليمة بهذا بجراء هذه الأغنام الموبوءة؟ فأين تكمن المشكلة بالضبط؟ طبعا أشار الأخ عبد السلام للمشكلة فين تكمن. طبعا حتى الفاو أيضا أصدر قبل 3 أيام ستيتمنت أو بيان في صفحته الرئيسية، يعني التشخيص الذي ظهر انه الالتهاب الرئوي البلوري C-C-D-D، وهذا غالبا يحصل في الشتاء، يحصل بسبب الاجهاد، يحصل ايضا بسبب النقل من مناطق منخفضه من اللولاند، يعني المناطق المنخفضه شراء الحيوانات ونقلها الى المناطق ايضا المرتفعه، المناطق الجبليه. في نقطه مهمه جدا ايضا طرحها الاستاذ عبد السلام، هي لم نعرف مصدر الاغنام حتى الان. التعاقد مع المقاول او الذي يشتري الاغنام حتى الان لم تعرفوا المصدر. التعاقد لا، مش عارف المصدر. فالمفروض زي ما قال الاستاذ عبد السلام، المفروض الحيوانات او السلالات التي في المناطق الساحلية أو مناطق الوديان تبقى في مناطق الوديان، لا تقلب للمناطق الجبلية، لأنه في المناطق الجبلية لا يناسبها الوقت. طيب يعني هذا المفروض الذي تتحدث عنه دكتور عبد الجبار والذي تحدث عنه الأستاذ عبد السلام، ألا يفترض أن يكون يعني إجراءات قبلية
يعني هل كان من الضروري أن نمر بهذه الكارثة الحيوانية والإنسانية أيضا لتضرر المزارعين بها، حتى ننتبه أن أنكم كمنظمة شريكة لم يعني لستم شركاء لا في الشراء ولا في الفحص ولا في شيء، تستلمون يعني بضاعة مضروبة كما يقول، وزارة الزراعة دورها فقط حضور الورشات والتدشين، يعني ألا يفترض أن يكون هناك لكم كمنظمة يعني شريكة وللوزارات يعني دور أكبر من ذلك؟ صحيح صحيح، هذا السؤال يعني في المحل، لأنه يجب أيضا في المستقبل أنه يكون في دور أكبر للجهات الرسمية ودور فني أكبر للمنظمات، ما يكونش فقط نستلم من الداعم المواد هكذا زي ما هي ونوزعها ونكتشف في الأخير أنه أما أنه بذور فاسدة أو أنه حيوانات يعني مصابة بأمراض قد لا نشاهدها أثناء الاستلام والتوزيع وتبدأ في الظهور بعد يوم ثلاثة أيام. فلذلك ننصح يعني في المستقبل أن يكون أن تكون للمنظمات هذه خاصة المنظمات الدولية الداعمة أن تشرك الجهات الرسمية ولم بقوة في الجوانب الفنية. طيب الآن تشرك يعني مثلا بوزارة الزراعة، مكاتب الزراعة في المديريات وفي المحافظات، يجب أن تكون في الجوانب الفنية تشركها. إذن يعني ألا يفترض أن يتم محاسبة منظمة الفاو على هذا الضرر الكبير الذي تسببت به، أم أن الأمر سيمر يعني الأمر سيمر مرور الكرام وننتظر منها دعم آخر ونغض الطرف عما سبق؟ طبعا محاسبة جهات معينة هذه أولا لازم نشوف، مثلا كما قلنا أكثر من جهة، لازم قبل ما نطلق أو قبل ما نسلم المواد للمزارعين الجهات الرسمية، وأنت طرحت السؤال ولم بقوة السلام السلام قلت دوركم يعني كيف تسمحوا بهذه الحاجات، ها قبل المفروض توقفوها كجهة رسمية وسلطة رسمية، يكون لكم دور أساسي قبل وصول المواد إلى المزارعين. لذلك يجب انه يكون في المستقبل تنسيق. نعم لا تحدثني عن المستقبل الان دكتور عبد الجبار، نعم المستقبل يعني ان لم يتم التدبير او التدبر لما سيحدث مستقبلا فهذه كارثه اخرى، حدثني عما حدث الان، هل هناك جهه مخوله لمحاسبه المنظمات التي يعني تسببت بهذه الكارثه؟ يعني ربما سمعنا قبل ذلك ان منظمه الاغذيه وزعت للناس اغذيه مضروبه ومنتهيه وتكرر الامر وكان شيئا لم يكن، هل سيتكرر الامر ايضا بالنسبه لهذه المنظمه اذا لم توقف عند حدها ومحاسبتها ومساءلتها؟ هل كانت الاغنام مريضه؟ هل بعلمها؟ هل بدون ما الى ذلك من التحقيقات؟ مش عارفين، ما اعتقدش انها بتكون بعلمها انها بتكون مريضه او حاجه زي كذا. احنا زي ما قلنا في البدايه انه تقريبا التقصير الذي حصل انه السلالات، مثلا السلالات التي موجوده في المناطق مثل ما قلنا المناطق الساحليه ومناطق الوديان قلبت، قد تكون قلبت الى المناطق الجبليه وفي الشتاء وبسبب الاجهاد وبروده الطقس ادى الى التهاب الرئوي البلوري، هذا التشخيص طبعا الذي ظهر. اذا يعني نقص في التدابير، نقص في التدابير، ولكن جهات رسمية المفروض تدخل في الخط بقوة، يعني ما يخليش المنظمات الدولية أو المنظمات المحلية يكون لها يعني الكلمة الأولى في توزيع المواد التي قد تؤثر على المواطنين. طيب أنتم كمنظمة محلية شريكة مع منظمة عالمية، ما الذي سيحدث الآن لهؤلاء المزارعين؟ هل تم تعويضهم خاصة من خسروا جزء من مواشيهم الصحيحة؟ ما كيف تم التعامل مع الأمر؟ طبعا مثل ما قلنا الأرقام الذي وصلتنا أنه تجاوز 5% وصلت إلى 10% ويمكن أكثر، هذا في حساب، إنما في المواسط كان أقل. فلذلك فاستوى أيضا عملية الرصد أو عملية تحديد من هم المتضررين، هذا الذي قام فيها أيضا المواطنين أغلبهم، فعملوا كشف وحددوا النوع الذي العدد التي ماتت تجاوزت
8% وصلت يمكن إلى 10%. فلذلك في هذا الجانب أيضا يعني انتشرت إشاعة إنه بيحصل تعويض، فهل نحن متأكدين؟ الوفاة حصل وفاة حصل. يعني دعني من الإشاعة دكتور عبد الجبار، أنتم كمنظمة غدق ألا تطالبون بتعويض هؤلاء المزارعين كونكم شركاء أيضا في هذا التوزيع وشركاء في الكارثة؟ لا نحن يعني ممكن نقول إيش دورنا؟ دورنا نحن زي ما قلنا التوزيع، ونرسل على طول بالصور بالحق إيش الذي حصل لهذه الحيوانات. فمثل ما قلنا حصلت نسبة نفوق وصلت إلى 10%، فبلغنا في الفاو وناقشنا أكثر من مرة معهم، والفاو أيضا أرسل فريق إلى المناطق وعمل أيضا مسح كامل، وطلع لنا بتقرير قبل يومين ظهر في صفحة الفاو ستيتمنت. فعملوا حدثتنا عن ذلك، هل سيتم تعويض المزارعين أم لا؟ مش عارف هذا التعويض، المفروض مباشرة نشوف أولا هل صحيح أنه الكارثة بهذا الحجم أو أنه في يعني تهويل أو مبالغة في هذا الجانب، لأنه أثناء التسجيل أيضا حصل وفاة، يعني تحصل وفاة في أكثر من مكان وأكثر مديرية. وزي ما قلنا انه النفوق المقبول ما بين ثلاثة الى 5%. نعم تحدث. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الجبار. اتاكد لانه مشهد اشاعه ايضا بعض الناس انه بيحصل تعويض بيحصل حاجات، فاكثرهم سجلوا بالقوائم انه الحيوانات حقنا ماتت، وايضا حيوانات ايضا. اذا شكرا جزيلا لم توزع ايضا. نعم دكتور عبد الجبار القرشي المستشار الزراعي لمنظمه غدق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام، إذن يحملكم أيضا المسؤولية الدكتور عبد الجبار كونكم جهة رسمية يفترض أن تتعامل مع الأمر بحرص أكبر بمسؤولية أكبر، أن تكونوا لا تقبلوا بدور فقط المشارك في الورشات أو التدشين، يكون لكم دور أكبر في الفحص والمتابعة ومعرفة بلد شراء أو منطقة شراء هذه المواشي. كويس ان احنا عرفنا الان انه هناك مشكله ايضا بين المنظمات الشريكه للفاو والفاو، لانه طالما انه لا يعرف اين مصدر الاغنام المفروض لا يقبلها، يعني مثلا المنظمه المفروض لا تقبلها. انا ما وصلني من غدق هذا الكشف، التحقق من قوائم المستفيدين قبل التوزيع، طبعا قبل التوزيع بفتره، التحقق من قوائم المستفيدين. فأنا طبعا مدير الزراعة في المديرية ومدير المديرية موقعين وأتوا إلي بهذه المذكرة لوقعها، لم أوقعها أنا إلا بملاحظة كتبتها للمنظمة لغدق، قلنا لهم على أن يكون مصدر هذه مصدر الأغنام من المديرية أو المديريات القريبة المجاورة، وأن تخضع للفحص البيطري والتحصين قبل التوزيع. جميل. هذا الكلام أنا طرحته للمنظمة غدق قبل التوزيع وقبل وصول الأغنام بفترة. فإحنا لازم نتدخل بحكم عملنا، تدخلنا بحكم عملنا، رغم إنه يعني في تهميش وفي تجاهل للجهات الرسمية. نعم، لا تحدثني عن هذا التجاهل أستاذ عبد السلام، اسمح لي. يعني صعب أن تقول جهة رسمية لجهة خاصة أو لمنظمات يعني عالمية تعمل على أرض الميدان بأنك تجاهلتيني. يا أخي لن أسمح لك بالعمل طالما تتجاهل وزارة الزراعة بهذا الشكل، ومن حقكم أن ترفضوا عمل هذه المنظمة أو تلك في مجال يعني يدخل في قوت الناس في حياتهم. ربما أنت تعلم تماما كيف تضررت المواشي الصحيحة وكيف تضررت هذه الأسر، فهذا واجبكم. يعني لا تقول أن هذه المنظمة همشتني ولم يعني. لا لا لا. تفضل. لا لا لا، هو مش كده. يعني إحنا من أول بلاغ يعني من أول بلاغ حفزنا الناس وقلنا للناس أي واحد يظهر عنده نفوق فليروح يعني يبلغ إلى فرع الزراعة بالمديرية من أول الحالات.
المشكلة هي آليات، هي آليات. يعني يفترض إنه الوزير إن شاء الله معالي الأخ الوزير بالتقرير الموجود عنده، لازم نتخذ قرار بالنسبة للثروة الحيوانية والبذور، يعني منع توزيعها إلا بإشراف مباشر من قبل وزارة الزراعة على التنفيذ وعلى الإشراف والفحص وغيره. فقلنا يعني إنه هناك مشاكل في الآليات، يعني الفاو. في الوسط، في الوسط في مصالح، أعتقد في مصالح بالصف الثاني من الفاو، أعتقد في مصالح يبدو، أيوة يعني مؤكد. لأنه أنا لما رفضت البذور يعني طرحت أمام مساومات كبيرة من التجار والمنسقين، ومع ذلك ضميري لن يسمح لي أبدا على الإطلاق. نعم. إذن أستاذ عبد السلام، يعني في ظل هذا التلاعب ربما أو التلاعب بمصالح الناس بهذا الشكل، دعني أسألك، أين دور السلطة المحلية، المحافظ، الوكلاء؟ هل لهم دور أو هل هم معنيون بهذا الأمر؟ نعم، في متابعة من المسؤولين في المحافظة، وإحنا الآن، أنا الآن يعني عملت مذكرة لمدير المواسط بمنع البذور التي سلمت للمديرية رغم رفضها من الزراعة. هذه واحد، أن يسجل، أن تسجل كل البلاغات إلى حد معين، يعني تسجل البلاغات حتى انتهت، يعني أو المشكلة تقريبا انتهت. لأنه يفترض أصلا أن توزع الأغنام، أولا توزع الأغنام في الصيف في وجود مراعي. نحن لسنا بحاجة إلى هذه المدخلات الجديدة من الأعلاف، لأنه زي ما قلت إنه في بعضها لها محاذير، وتنبيهات لا يقدر عليها المزارع. لماذا لا توزع في الصيف في وجود مراعي؟ هل لأنه عاملين حسابنا على وجود منتج آخر اللي هو الأعلاف علشان نستخدمه وننفع جهة أخرى؟ يعني هنا المشكلة الآن على وزارة الزراعة أن تأخذ دور جاد في أن تلزم كل المنظمات بما فيهم الفاو الذي تعمل في التدخلات الزراعية بأن تكون من بداية وضع الأولويات للمشاريع. أنا لا أقبل مشروع يعني جاهز يناسب المنظمة، المفروض لا أقبله. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد السلام، من خلال قناتكم عندي. نعم، أيوة. سأعود إليك، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أحد المتضررين أيضا، وهو عبد الهادي قاسم، أحد المتضررين مشروع مواشي الأغنام، عبر الهاتف من تعز. مساء الخير عبد الهادي. مساء النور العربي. أهلا بك، ممكن تكلمنا عبد الهادي عن المشكلة اللي حصلت لك مع المواشي اللي جت لك من المنظمة؟ طبعا المشكلة ما حصلت لي وحدي، حصلت للمواطنين كثيرين. نعم. في المديرية، وقد تراوح الوفاة من الأغنام 290 راس. هذه من الأغنام الذي سلمت، 243 تقريبا من الأغنام المحلية الموجودة مع المواطنين. وبالنسبة للمنطقة كانت عبارة عن كارثة. صحيح. طبعا ال 240 الأخير هذه بسبب العدوى انتقلت إليها من الذي سلمت من المنظمة. طيب أنت كم استلمت؟ للأسف الشديد، ها؟ استلمت ثلاث أغنام ماتت وحدة. وحدة من حق اللي هن الأساس الثنتين، وهناك مواطنين من ماتت عليهم الثلاث. نحن عاملين إحصائية طبعا شاملة بتوثيق بصور. طيب هل بتوصل ممتاز أخ عبد الهادي، هل بتوصل لكم مريضة مباشرة؟ طبعا في أغنام وصلت مريضة من عندنا، نزلوها من فقد دينا.
استلمتوها وهي مريضه وانتم يعني باين انها مريضه. انا اقول لهم رجعوهن. ها قلتوا أيوة لهم مريضه من عند لما وصلت. ها قلت لهم يرجعوهن هن مريضات وما استجابوا لكم. انا نقول لبعض المواطنين رجعوهن، كان الاخ نزار الذي هو المسؤول البيطري يقول شلوهن على على ضمانتي. في من المواطنين كان من يرجع ويبدل بعضها وبعضها يرفضوا. والطبيب البيطري يقول على ضمانته. الان هل بتسالوا هذا الطبيب فين ضمانتك اللي ضمنت لنا انه ايش من ضمانه؟ عاد ولا عاد تجاوب معنا ولا عاد جاوبت منظمه ولا عاد جاوبت شيء. طيب بيقولوا انهم نزلوا احصائيات علشان يعني يعرفوا كم عدد الاغنام اللي نفقت وايش اللي حصل ومن هم المواطنين اللي تضرروا. هل فعلا حصل هذا الشيء؟ هل في جهه جت يعني تراجع نزلوا معكم؟ اثنين الذي نعرفه ان نزلوا اثنين بيطريين تقريبا او اثنين من وزاره الصحه تقريبا من صنعاء او مش عارف. نزلوا عملوا تقريبا تشريح لبعض الاغنام وشافوا بعض الاعداد والتقوا في بنا وتكلمنا معهم وكأن الامر لم يكن الا حد الان يعني ما مش عارفين حاجه. المواطنين الان متضررين بشكل غير عادي. ايوه يعني زادت الضررات الاغنام السليمه اللي معاهم. ايوه طبعا الان هل بتسمعوا بتعويض؟ هل في اشاعات بتقول انه بيعوضوكم او لا من هذا الكلام؟ والله اشاعات خارج الجهات الرسميه، لكن من المنظمه او من الفاو او من غدق او من غيره. نعم المنظمه لم تكن اشاعه يعني اذا تكلمت. طيب من بيتواصل معكم؟ هل منظمه غدق بتتواصل معكم او الفاو؟ لانه هم كاتبين في بعض المواقع انه في رقم مجاني لكم في حال حصل شيء وانهم بيتابعوا الحالات وما الى ذلك، هل هذا صحيح؟ ايش من متابعه حالات؟ نحن انا بنفسي معي رساله من الدكتور اقول له الاغنام يموتين وكذا وكذا، يصف لي بعض ابره سلفادين مدري مش عارف اسمها علشان اعالج الاغنام حقنا. والى الان المواطنين يبحثون على العلاج من اجل يعالجوا اغنامهم الموجوده، منها عمات ومنها ماتت ومنها حتى وصلت الى الابقار، ماتين بقرتين او ثلاث. طيب هل في عندكم فكره ان انتم يعني تكبروا المساله وتوصلوها الى السلطه المحليه لمحاسبه المنظمه اللي تسببت لكم بهذه الخسائر؟ هل بتفكروا بهذه الامور؟ طبعا هذا لابد منه، قد اجتمعنا مع السلطه المحليه ورفعوا مذكره، لكن مش عارف ليش ما تتجاوبش المنظمات. طيب اظن ان السلطه المحليه والجهات الرسميه تتجاوب، لكن مش عارف المنظمات في لها اهداف مش عارفين ايش هي بالضبط. اذا شكرا جزيلا لك عبد الهادي قاسم. وانا باسمي وباسم المواطنين اطالب بالتعويض. طبعا طبيعي من حقكم اخ عبد الهادي، شكرا لكم واتمنى ان توصلوا لهذا الحق. عبد الهادي قاسم احد المضررين مشروع توزيع المواشي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة لك أستاذ عبد السلام على ضوء ما استمعت إليه من الأخ عبد الهادي. نحن لا نطالب بالتعويض وبس، احنا نطالب بالتعويض وإمداد المديريات وتمويل حملات تحصين لجميع الحيوانات في المديريتين، هذه واحد. الثاني يجب أن تضع وزارة الزراعة أولويات. أنا من هنا أقول يعني نمنع يعني توزيع المنظمات للبذور والثروة الحيوانية ما لم تشرف عليها وزارة الزراعة والري إشرافا مباشرا، ونحن لسنا في حاجة حقيقة يعني إجمالا، نحن بحاجة إلى مشاريع مستدامة، نحن بحاجة إلى مشاريع البنية التحتية لنعتمد على أنفسنا. لا. نستعيد خدماتنا. صحيح. ونعتمد على أنفسنا. لا يوجد منظمة قد تدخلت، بالنسبة أنا أتكلم عن الجانب الزراعي، يقول لك البنية التحتية هذه ما عنديش أنا تمويل ليه يعني. يعني هذه أولويات، احنا نشتي مشاريع مستدامة. صحيح. نشتي مشاريع بنى تحتية ومستلزمات إنتاج علشان أستعيد أنا خدماتي وأقدم خدماتي أنا وأعتمد على نفسي. على الأقل لو خصصت المنظمات من هذه الميزانيات على الأقل 50% تكون للاستجابة الطارئة الذي يقول عليها أنها استجابة طارئة. نعم. وملحة. 50% للاستجابة الطارئة
و 50% يا أخي حددها صحيح. أو نعم إذن ادعم مشاريع مستدامة وبنية تحتية. بنية تحتية يا صحيح. إذن للأسف شديد انتهى الوقت. البنية التحتية نعم للأسف شديد انتهى الوقت. معنا الأستاذ عبد السلام مهيوب مدير مكتب الزراعة في تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، شكرا جزيلا لك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.